السلام عليكم ورحمة الله. الوصفة ديال اليوم الباذنجان معمر، كيف كتشوفوا؟ كنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. نمشي الطريقة والمقادير نفس الوقت. السلام عليكم ورحمه الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه كتجي زوينه الصراحه، كيعشقها الجميع. غادي نقدم لكم الباذنجان معمر باللحم المفروم والحشوه ديالو ونيت اللب ديالو. دابا غادي ندير لكم الطريقه والمقادير نفس الوقت. غادي نحتاجوا 3 ديال الباذنجانات مقسومين على نصفين متساويين هكذا كيف كتشوفوا. غادي نزول لهم اللب ديالهم. كنحتاجو هنايا جوج بصلات مقطعين رقاق، جوج طماطم مقطعين رقاق، 150 غرام ديال الكفته اللحم مفروم. بالنسبه للتوابل هنايا كنحتاج نصف معلقه ديال راس الحانوت، هي كتسمى العطريه ديال اللحم. هنا نصف معلقه ديال راس نوع القزبر اليابس، عفوا ملعقه صغيره من الكمون، ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر، ملعقة صغيرة من الثوم بودرة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود، ربع كوب من زيت الزيتون. باش غادي ندير التوابل هذاك بهذه المعلقة، هذه المعلقة، هذا المقدار ديال هذه المعلقة. دابا غادي نوريكم كيفاش، غادي نوريكم واحد الوحدة كيفاش تزولوا اللب ديال هذا ديال الباذنجان كيف كتشوفوا هكذا. نحاولوا نزولوا ليه اللب ديالو. كيف كتشوفوا دابا هنا خويتهم فرغتهم من الوسط كيف كتشوفوا هكذا، ودهنتهم حيت الدنجال الطبيعه ديالو دغيا كيكحل، دهنته بسميتو بالحامض، عصير الحامض عفوا، وقطعت اللب ديالو هكذا هنايا. وغادي نضيف عليه البصله هكذا كيف كتشوفوا. نضيف عليه البصله. غادي نكمل معكم هذا كيفاش غادي نحطه في الماء يغلى، وعاد نكمل معكم الوصفه هذه كيف كتشوفوا. دابا هنا درت هنايا الماء، درت فيه نص عصير ديال ليمونه حامضه، درت جوج وريقات ديال الرند والقليل من الملح. ودابا غادي نضيف الباذنجان، غادي نخليه تقريبا 5 دقائق، 5 دقائق وغادي نزولو باش ما يطيبش لينا بزاف. غنحسب لي 5 دقائق وغادي نزولو، وغادي نديرو، غادي نضيفو ملي غادي نحسب لي 5 دقائق ونزولو، غادي نضيفو في ماء بارد، نخلي تقريبا واحد 4 دقائق في الماء بارد، الماء ديال الروبيني عادي، وغادي نصفيه. دابا هنا الحشوة ديال اللي غادي ندير، ضفت هنايا داك اللب ديال الباذنجان قطعته رقيق، ضفت عليه دوك البصلات جوج قطعتهم تاهما رقاق، غندير عليه نص ربع كوب ديال زيت الزيتون هكذا كيف كتشوفو، وغادي نضيف عليهم بودره الثوم، وغادي نخليها تيتشحروا مزيان، ونضيف عليهم طماطم كيف كتشوفوا. دابا هنا ملي خليته تقريبا 5 دقائق، ما تفوتوش اكثر من 5 دقائق حتى 4 دقائق باش ما طيبش لكم ديك الجلده ديالو بزاف وما تجيش مزيانه، ما تبقاش قارطه زعما راسها. وهنا ضفته دابا في الماء، غنخليه 4 دقائق في الماء بارد، عاود غادي نصفيه وغادي نكمل معكم الوصفه ان شاء الله. كيف كتشوفوا دابا ملي تشحرات هذه الباذنجان والبصله
هبطات مزيان، زدت عليهم الطماطم، غادي نخليهم حتى هي يتشحروا مزيان، وغادي نزيد عليهم الكفته. وبالنسبه للكفته شحرت حتى هي واحد شويه بوحديتها، بواحد شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الفلفل اسود وشويه ديال المليحه. عاد غادي نضيفها على هاد المقادير العناصر عفوا. كيف كتشوفوا دابا ها هي ملي هبطت ليا مطيشه الطماطم، ضفت واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس بقدونس، وغادي نضيف عليه الكفته كيف كتشوفوا اللي قلت لكم من قبل شحرتها. غادي نضيفها حتى هي هكذا كيف كتشوفوا، وغادي نضيف توابل فلفل اسود فلفل احمر، نص معلقه ديال الفلفل الاسود ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، معلقه صغيره ديال الكمون هكذا، نص معلقه صغيره ديال القزبر يابس كيف كتشوفوا، ونص معلقه صغيره من توابل ديال اللحم هي المروزيه، وكاين اللي المهم راس الحانوت هكذا كتشوفوا. دابا غنمزجهم مزيان مع بعضياتهم، نخليهم تقريبا واحد شويه صافي، وغادي نكمل معكم الوصفه. كيف كتشوفوا دابا غادي نعمرهم، ضفت عليهم جوج معلقات ملي طابت الحشوه، ضفت عليها جوج معلقات كبار ديال الفخوماج، هذو اللي كتشوفوا هاد الخيوط ديال الفخوماج بحال هكا، حيت ملي كيدوب كيولي بحال هكا. دابا كيف كتشوفوا هنا صففتهم الباذنجان، وغادي نعمرهم بحال هكذا كيف كتشوفوا. هادو راه الخيوط ديال الفخوماج ملي كيدوب كيدير بحال هكذا، صراحه كيجي بهاد الحشوه كيجي لذيذ بزاف، وكنتمناكم تجربوا هاد الوصفه وتردوا عليا. تحاولوا تعمروا مزيان من الجوانب ومن الوسط كيف كتشوفوا هكذا، ويكون مقاد. دابا انا غادي نستمر في الحشوه نعمرها، غادي نكمل معكم الوصفه. دابا انا كملتهم وضفت عليهم الفخوماج من الفوق، وغادي ندخلهم الفران تقريبا واحد 20 دقيقه ما لاحقاش، حيت الحشوه طيبه، هذا الباذنجان حتى هو ديك الجليده ديالو من التحت هي طيبه، يعني يذوب علينا داك يذوب الفخوماج من الفوق صافي، ونزولو يقبط راسو ديك الحشوه تقبط مع بعضياتها ونزولوها. بالنسبه لهذه خليتها لبنتي اميره، قالت لي ما ديريش لي فوق منها الفخوماج. دابا ملي حتى نكمل معكم ان شاء الله الوصفه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنساوش تشاركوني بالتعليقات ولا عندكم شي اسئله نجاوبكم عليها. واللي عجبتها الوصفه ديال اليوم تشاركها مع الاصدقاء ديالها باش تعمل فائده على الجميع. الى وصفه قادمه ان شاء الله.